تحياتي. في خبر غريب قرأته بأكثر من مصدر صحيفي، ربما لازم نفكر فيه شوي ونحكي عنه في رصد خبري، اللي هو بنزيما إلى باريس سان جيرمان. والخبر للعلم بقدر ما هو غريب مش مفاجئ بالنسبة لإلي، لأنه دائما كان يوصف بنزيما بأنه اللاعب اللي ما بيقدر يكون الهداف، ما بيقدر يكون السوبر ستار الأول تاع خط الهجوم، هذا سبب المعاناة تاعته في ريال مدريد منذ رحيل رونالدو، لكن يوصف بأنه اللاعب اللي ممكن يفيد الأجنحة اللي معاه، يفتح لهم مساحات يلعب. وفي سان جيرمان في جناحين ربما يكونوا أفضل جناحين الآن في العالم، نيمار على اليسار وإمبابي على اليمين. فالتفكير منطقي في ظل خروج كافاني، كافاني اللي أيضا ما انسجم بما فيه الكفاية مع نيمار وإمبابي. فوجود بنزيما في سان جيرمان، فرنسي يعود لفريق فرنسي بيعيش في مدينته، في يعني هو مش في مدينته أصلية بس بيعيش في بلده يعني في النهاية، وبيختم مسيرته هناك موسمين. هم مش جايبينه عشان يجيب 20 جول ولا جايبينه عشان يجيب 50 جول، جايبينه بالأساس عشان يلعب مباريات دوري الأبطال. كافاني حيرحل مجانا، هناك حيروح بنزيما، وممكن بنزيما يكون مقتنع بهذه الفكرة، خصوصا لو هذا الموسم اكتمل مع ريال مدريد بشكل غير إيجابي. يعني لو خرج من دوري الأبطال وخرج من الدوري ممكن يحكي أنا خليني أروح أعمل تحدي جديد أجرب نفسي، بعد ما شاف أكثر من لاعب ريال مدريد بلشوا يفكروا بهذه الخطوة، خلص جيل ذهبي انتهى ينتقل لمرحلة أخرى. هذا بالنسبة له، وبالنسبة لريال مدريد أيضا هذا القرار حيكون مرحب فيه، رغم انه زيدان بيحب بنزيما، بيريز بيحب بنزيما جدا، لكن ربما جاء الوقت لجلب مهاجم شاب. استغلال فترة كورونا وانخفاض سعر بعض المهاجمين الواعدين، بعض الاندية حتكون راغبة تتخلص منهم، فممكن هذه الفرصة انك تروح تجيب مهاجم ممتاز سوبر ستار يلعب معك كمهاجم، وبنزيما يروح مع سان جيرمان ويلعب، لانه انا اعتقد امبابي حيضل اكيد في الموسم الاول مش حيطلع الان، فحيكمل هو وامبابي ثنائي فرنسي. ممكن هذا يمهد له حتى عودته لفرنسا، انه يرجع يقنع الناس، يرجع يقنع ديشام والجميع اني اروح العب بكاس العالم. مش حيكون شيء مفاجئ لو صار، لكن حتى اللحظه مش عم بتشوف ريال مدريد مستعد يستغني عن بنزيما، وهو اي مهاجم بيجيبه بيقعد يدكي بدون ما يجربه. يعني يوفيتش اجى دكي، دياز اجى دكي، اي واحد بيجي ويسجل اهداف بيختفي عن ارض الملعب. هذه هي الواضح انه في حمايه كبيره لبنزيما في ارض الملعب. هل ريال مدريد مستعد الان ربما بعد ازمه كورونا يقول لا انا الان بدي ابدا مشروع جديد، خليني اجيب ايضا مهاجم شاب اخر يقود المشروع، خصوصا زي ما حكيت في هناك اسماء متوفره في هذا السوق المقبل تحديدا مثل ايكاردي، وحتى هناك تلميحات ان ربما يكون فيرمينيو متوفر من ليفربول لو قرر يشتري نجم اخر في خط الهجوم.